الجزائر الآن تعتبر نموذج مثالي في الدول العربية والإفريقية في التعاون مع الصين، أنه يعطي دروس، يعطي نماذج أو حالات الدول الإفريقية والعربية حتى تتبنى سياسة الاستقلالية في السياسة الخارجية. مصلحة الدول العربية أن تتفاعل مع هذه المبادرة وأن تطرح مشروعات إنتاجية كبيرة، والجزائر مثال لذلك في العلاقات بين الصين والدولة العربية. فالجزائر لديها مشروعات كبيرة مشتركة مع الصين، وهذه المشروعات يمكن أن تشكل بداية لتكامل اقتصادي. نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز فهمنا للعلاقات بين العرب والصين، وأن تكون لدينا مشاريع مستقبلية على طريق الحرير الذي يشكل مركز أساسي لدخول الصين بقوة إلى هذه المنطقة من العالم. السودان الآن في الأمم المتحدة بجولان.